ايوه وقرا سوره ياسين، قالوا له اقرا، قرا سوره ياسين عليهم ورد عليهم شويه بتوع ناموا، ما ناموا بقى وتاخروا ما قومش الا من امتى؟ كان هو راح لسيدنا ابو بكر وخدوا بعض ونزلوا الغار، ربنا امر الغار تبيض عليه تجيب تعمل بيه جاي حمامه والعنكبوت وتبيض. أيوة. هم جم لغاية الغار ده وضربوا في الغار كله، ضربوا في المكان في أي أفكام غارية، فبيجالوا هي مع هم بحبوا هنا ازاي ده اللي حمامهم بيضة وركضوا على البيضة اللي هو ربنا عليه جاء. فمشوا مشوا خدوا بعض ومشوا، بعد هم ما مشوا رايحين على المدينة فبعتوا وراهم واحد بحصان قالوا له هنديك مش عارفة حاجة كبيرة، فكل ما يجري بالحصان الحصان يقف، كل ما يجري بالحصان الحصان يقف يجي وقف. فتنته وقال له استنى يا محمد، وراح مع محمد راح معاه المدينة. تمام، قال لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياة الله يا ورحمة الله. راح المدينة لقى المدينة واقفة على حيلها بتسلم، فمشي بالجمل بتاعه ومركب الماء. فاللي هم عايزين ينزلوه قال لهم سيبوها تمشي، سيبوا الجمل يعمل الجمل يسيبوه يمشي يمشي براحته، يمشي براحته من ما يبرك يبقى انا هيبقى تبني بيتي ده مكان يبنوني بيت ولا ماشي الجمل ماشي، وبقت المدينه فرحانه بيه وبقى حلو. ايوه وربنا بيسيب حد ده احنا اللي ورده صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم اخير ناس. لا والله انا جوزي قبل ما يموت بكام يوم شاف شفني الرسول في المنام ما شاء الله. الله قبل ما يموت بيومين، قبل ما يموت بثلاث اربع ايام شافه في المنام، شافه في المنام بيقول انا شفته بيصلي في جامع وهو في الصف الاولاني، فانا قلت لو كان اللي في الصف الاولاني ده اللي كان جنبه يمشي اروح انا اصلي جنبه. فبيقول لك الراجل مشي انا بلف اروح له تحتنا. ايوه ما شاء الله. الراجل وجع بالحصان قال له استنى يا رسول الله. وجا رايح معاه واسلم وبقى معاه، وبعدين سابوا الجمل لما بارك في حته. دي البيت كان بتاع سيدنا محمد في المدينه، في المدينه. ايوه واهل المدينه جابلوه بالغنى والكلام وعملوا له الناس، وهي بيقول لك اجمل بلد ربنا يحبه المدينة المنورة. صح، يعني يا جبلة الرسول جبلة، هو كان جد ده الرسول ده وهو صغير امه ما ابوه ما اي امه ورد كانت له حتة هنا بيضاء، كانوا اليهود عايزين، فبعدين لما خدوا من الرسول راحت في الرسول. فبقوا يقولوا له لا مشي، الرجوز بقى عايزينه، هم كانوا عايزينه عشان النور اللي في وشه. اي فما خدوا، وبقى عمه لما خدوا عم ابو طالب هو كان كافر اي وغلب فيه قبل ما يموت عشان يسلم مرضاش انت عارف، كان بيمشي معاه في كل حته، كانوا كل البلاد العربيه بيقولوا له خد بالك من الواد ده ده هيبقى له شأن عظيم. سبحانه. بقول لك نور كان في وش ابوه واتشال ساعه هو ما حملت فيه امه، وامه ماتت وعنده ست شهور. جت واحده كانوا بييجوا ياخدوا العيال يرضعوه. لفت البلد اليوم ده ما راحت ليه، ده مش هتاخده ده يتيم ومن ابنه، لفت البلد كلها ما لقتش حاجه، ردت عليه خد، يقول لك من ساعه ما خدته البهيمه اللي ما بتحلبش عندها حلب. الخير جالها بقى، الخير جالها من كل ناحيه. وبعدين هو بيلعب مع اخوه في الشارع جنب جبل كده. مين اللي بيلعب مع اخوه؟ هو اخوه اللي مربياه. اي فطلع على الجبل، فجه الولد يجري لامه
وقال لها الحاجي اخويا مش لاقي. اه فهي طلعت تجري تدور عليه ما لقيتش. فلقته نازل من على الجبل. ايه اللي حصل له على الجبل؟ خدوه الملائكه فتحوا صدره. ايوه صح كده. ونفضوه. ايوه من الغل والكره واللي بيعملوه اللي احنا بنغلطوه. نضفوه من كل حاجه وحشه. كل حاجه. ولقيته. ايوه هي قالت كده. عشان بقى صح. لما باجوا مرضعة الرسول حتى كان اسمها ام. لما باجوا يستفزوه ما استفز هو مخصوم ما فيش استفزاز. فعارف بقى سيدنا عمر بقى كان ايه العدل محمد. صلى الله عليه وسلم. فبعدين هو رايح يقتله. بس رايح يقتله. تعال تعال راح فين؟ سبتهم راحت. تعال راح فين؟ راح فين؟ فندق رايح. ده لسه كنت ارن عليك. لسه كنت ارن عليك. تعال. انا معدي من هنا. طيب تعال. اصبر بقى يا عم راحتنا ايه ده احنا بنتكلم احلى كلام. خلاص خلي بابا بقى. طيب خلاص ماشي. ولا شو بقول لك ماشي ماشي ولا خلي خاصية يا عم اي حاجه مش تفهم دي يا حاجه ده اللهم صل على كامل النور ده الشيخ عبد الله العجمي ده من الرياض من السعوديه اي فبعدين لما بيجي هنا شغل بس ايه اتعرفت عليه السنه اللي فاتت اي فيعني من اعز الناس اللي وانضف الناس اللي شفتها في حياتي بس هو يعني معاندني مش عايز يجي معايا مش عارف ليه عزمت على الغدا مش راضي طب يا عم نتمشى مش في ايه يعني في ايه يا عبد الله وانت ساكن فين في الفندق اللي هنا فندق الجمهوريه لا انا عارف ان في فندق هنا ايه جارنا انت هنا فراحوا عارفه طلع الجبل غسلوا له الغل اللي كان جواه ده بتحكي ما شاء الله حاجه ده عنده غل بتحكي لي سيره سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حاجه خالص فنزل بقى لما عمر بقى كان متحد عليه سيدنا عمر عايز يكتب فقال لما اروح انا رايح اقتل عمر جاب له واحد قال له روح بلا خابر روح شوف اختك وجوز اختك وبعدين ابقى روح يقدر يقتل اسلموا هم كمان اقتل محمد فهو دخل لاخته فاتفتها النص اي فقالت قال لها في قالت له لا ضربت قالت له لا اخوك كان بيقول كده خاف وضرب ضربت وبعدين ما رضتش تديه فراح روح اتوضى وانضف وتعالى في الشارع فبيمسكوا اول حاجه فيه جرى احلى رجاله على جرت صوره الصوره بتاعه الرسول محمد اول صوره فيها العسيل عنها فطلع يجري صحابه انت رايح فين رايح يكتب محمد ده على سيدنا عمر اي فلما راح عشان يكتب محمد فمحمد قال لهم خليكم كلكم قاعدين واقفين انا اللي هطلع